أهم النقاط من خلال هذه الندوة الصحفية كما تتبعتم، ندوة صحفية لتسليط الضوء على حصيلة عمل الجمعية المغربية لحقوق الضحايا خلال ثلاث سنوات منذ تأسيسها في 10 أبريل 2021. طبعا على مستوى الهدف الأساسي طبعا اللي كان هو حماية والدفاع عن حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية، هذا الهدف الأساسي اللي طبعا عنده أهداف تنوية اللي هي الحماية، اللي هي التتبع التكفل وتبني الملفات على المستوى القضائي وكذلك على المستوى النفسي، هو اللي حاولنا نبرزه لكم مجموعة ديال المداخلات. أولا هناك إحصائيات ديال الملفات التي تبنتها الجمعية خاصة على المستوى المحاكم والقضاء، واللي لا يعني أنه هو اللي غيعطينا الصورة على واقع الاعتداءات الجنسية داخل المغرب، لأن مع الأسف هناك الصمت لا زال يكبي الأفواه ضحايا الاعتداءات الجنسية وعائلاتهم، كذلك هناك كما نقول في كل مرة لا زال مع الأسف مجتمعنا يطبع مع الاعتداءات الجنسية، وبالتالي اليوم عملنا مستمر من أجل التشجيع على التبليغ، تبليغ الاعتداءات الجنسية، ومستمر في إطار التحسيس لجميع المتدخلين، لا سواء مؤسسة تشريعية ولا مؤسسة تنفيذية ولا كل مؤسسات خاصة ساهرين على إنفاذ القانون، من أجل يعني إخراج قوانين تدافع على حقوق الضحايا، من أجل توفير مؤسسات للحماية، من أجل توفير المتابعة النفسية، من أجل توفير مجموعة من متطلبات ضحايا الاعتداءات الجنسية مع الأسف اللي واقعهم صعب جدا في كل هذه الظروف كلها. الجمعية المغربية لحقوق الضحايا كتأدي واحد الواجب من خلال قناعتها بحقوق وحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية. هذا العمل ديال الجمعية بسيط جدا داخل مجتمع لا زال فيه نسبة مرتفعة من ضحايا الاعتداءات الجنسية، ويمكن نقول لكم إلى قارنا بالملفات اللي الجنائية في محكمة استئناف بأسفي أن الأغلبية الملفات الجنائية في محكمة استئناف بأسفي هي اعتداءات جنسية، تمشي ولطنجة اعتداءات جنسية كثيرة على الأطفال والطفلات، يعني هذه أمور اللي كتهدد يعني مستقبل أجيال خاصة الأطفال والطفلات، أجيال المغرب اللي بغيناه غدا يتمتعوا فيه الجميع بالكرامة. لهذا الوقاية أساسية جدا والتحسيس أساسي، ولكن في حالة وقوع الاعتداء وارتكاب الفعل الجرمي المفروض التبليغ وتوفير الحماية، وركز كذلك على معطى أساسي اللي احنا عانينا منه كجمعية ولا كدفاع، يتعلق بتسييس بعض الملفات الاعتداءات الجنسية اللي باقي مستمر، واللي كتشوفوا فيديوهات لا ديال مناضلين كيسميوا راسهم مناضلين في الجمعية المغربية ولا الفيدرالية لحقوق الإنسان ولا صحفيين أجانب حول دعمهم المتهمين باعتداءات جنسية، ومتابعين ومدانين ودينوا من طرف القضاء، قال القضاء المغربي كلمته بإدانتهم في هذه الملفات، ولكن لا زال هناك تشويش وتشهير بالضحايا، ولكن الهدف نقوله ونعرف بأنه خلفيته سياسية لا علاقة له بالدفاع عن حقوق الحريات، وإلا كالملزمين أنهم يدافعوا على حقوق وكرامة ضحايا الاعتداءات الجنسية أولا. Thank you.